تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم اخي فخامه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه الشقيقه السيدات والساده الحضور انه لمن دواعي سروري ان ارحب بشقيق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بلده الثاني مصر واغتنم هذه المناسبه لوارب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخيه العميقه التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الاخوه بين الشعبين والبلدين الشقيقين لقد اجريت اليوم مع الرئيس الغزواني مباحثات مكثفه وبناءه تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائيه والاقليميه والدوليه وقد عكست المشاورات ارادتنا السياسيه المشتركه نحو تعزيز العلاقات المتميزه بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات الى افاق ارحب وذلك من خلال تفعيل اطر التعاون والتنسيق على المستويات كافه اخذا في الاعتبار التحديات المشتركه التي تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنميه الشامله ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها. وفي هذا السياق اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. فضلاً عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية. خلال هذا العام، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أور التعاون والتنسيق إذا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانب آخر تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربيه وبحثنا أيضا آخر التطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الاجنبيه والمرتزقه والمقاتلين الاجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذا للمقررات الدوليه ذات الصله. تشاورنا كذلك بشان تطورات الاوضاع في السودان واكدنا اهميه التوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنيه السودانيه ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الانسانيه والاغاثيه العاجله. للتخفيف من معاناه المتضررين. ومن هذا المنبر فاننا نحث جميع الاطراف على تغليب صوت الحكمه للحفاظ على مقدرات الدوله السودانيه ومصالح شعبها. من ناحيه اخرى تناولنا ملف سد النهضه الاثيوبي وتبعاته الخطيره على الامن المائي لدول مصب حوض النيل، حيث اكدنا ان الامن المائي المصري هو جزء لا يتجزا من الامن المائي العربي. وشددنا على اهميه حث اثيوبيا على التحلي بالاراده السياسيه للاخذ باي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائده التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب وذلك من اجل ابرام اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضه. كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحه الافريقيه في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشان مع استمرار التنسيق والتعاون في اطار الاتحاد الافريقي ومواصله جهود دعم بنيه السلم والامن والتنميه في القاره الافريقيه بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر ابناء قارتنا العريقه فخامه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقد اسعدني لقاؤكم اليوم وانني لاتطلع الى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين ويلبي تطلعاتهما متمنيا للشعب الموريتاني كل الخير والاستقرار والرفاهيه تحت قيادتكم الحكيمه واجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر شكرا لكم